يا شيخ. غير التي بي الخطر عليكم الليبراسي اخوان، يعني انا كل صب اسال اشوف براتي على اطب العيالات واشوف مو ذاك الالتزام. يعني انت ما عليك الا سالفه كورونا، طبيب الاسنان يشتغل بلا شيف، وين صايره هذه؟ طبيب اسنان يشتغل حقه ويا المريض وخشمه، ما صاير طبيب اسنان عمره كله الشفوف والكمامات. ما يذبها نهائيا لانه يدمر روحه. زين. هنا البايوجينيك انفكشن عندنا الستاف اوريوس وربعها الستاف ابيديرمدس والستاف اوريوس، هذني البكتيريا. الستاف ابيديرمدس موجوده على الجلد الطبيعيه. الستاف ابيديرمدس موجوده على الجلد الطبيعيه، موجوده بالكاثيتر مالت لما تخلون كاثيتر المريض على الميديوريل، موجوده على بال 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 على التراب، موجوده هسه اطلع منها ستاف ابيديرمدس، اخذ منها تطلع ستاف ابيديرمدس، موجوده بس اذا تغير مكان هسه من جماعة الأوبورتونيستيك إنفكشن، قلنا البكتيريا الانتهازية هذه تغير البكتيريا تسوي لكم، فهذه إذا راحت على الصمامات تسوي التهاب بالصمامات. هي موجودة على الجلد الطبيعية بس إذا دخلت عن طريق الدم أو عن طريق الجرح وراحت تسوي التهاب، هي مكانها مو طبيعي. هاي الأوبورتونيستيك هي غير مرضية بس إذا طبت الجسم تصير مرضية، مثل ما غيرت بي اتش مالتها والمحيط مالتها فسوي. غيرها الستاف اوريوس، هذه معروف على الستاف اوريوس، تعرفون بكتيريا قيحيه تسوي باس جراحه باي مكان وجدت بالجسم، بالليفر بالكدني بالسبلين بالجلد، بالجلد بويل، هاي بالجلد البويل الحبايه الصغيره، الحبايه الصغيره يسموها بويل، من تطلع الحبايه يسموها بويل، هي ستاف طابت له وهاي البويل احتمال تفلج يصير فيها جراحه صغيره تنفجر، هي هاي الستاف اوريوس بويل. بعدين هذه البويل تكبر يسموها كاربنكل، كاربنكل هاي من تكبر الحبايه كبرت يسموها كاربنكل، تصير بالجلد ومرات تحت الجلد بتمشي كاربنكل. وبعدين هذه الساف ايضا نفس الشيء يسوي التهاب البلعوم والتهاب الرئه والتهاب القصبات والتهاب القصبات الهوائيه، نفس الشيء يسوي الساف والساف قيحيه وتسوي بكتيريا تيجي يسوي توبركلوس نيمونيا او جرانوميتس نيمونيا تي جرانوميتس نيمونيا او توبركلوس نيمونيا، هاي يسوي بايوجينيك انفكشن يعني ساتوريتد نيمونيا التهاب قلبي، يسوي التهاب قلبي. نجي القوه مالت الستاف اوريوس، مرات اقول لك اياها سؤال صغير تعتمد عليه. طبعا الستاف تنطي سموم، الستاف اوريوس تنطي سموم، السموم هي تعطيها للجرام بوزيتيف اكسوتوكسين مو اندوتوكسين، الاندوتوكسين تعطيها الجرام نيجاتيف بكتيريا، بس الاكسوتوكسين اللي تعطيها جرام بوزيتيف بكتيريا، الاكسوتوكسين اغلبها بروتينات قويه، الاندوتوكسين بولي سكر. فالستاف اوريوس تعطي الاكسوتوكسين وهي اللي تسوي جراحه، هي اللي تسوي جراحه الاكسوتوكسين اللي يسوي لك بويل وكاربنكل تكبر البويل وابسس بالجلد او تحت الجلد او بالرئه او باي مكان سكيورتيف انفكشن، هذه بالنسبه لسموم مالت الستاف اوريوس. غير الاكسوتوكسين تنطيها تنطي الهيمولايسين، اجمع البلد اجار شوف البكتيريولوجز يصير منطقه دائر ما يدورها السلماء شو اسمه حمراء دائر ما يدورها البلد اجار، شوف الجرثوم مالت الستاف دائر ما يدورها باحه، التحلل صار بالاغار لان يعني الدم تحلل الدم تعطي الهيمولايزين، هذا الهيمولايزين يحلل كرات الدم الحمر اللي هي بالدم يحللها، فشوف طبقه يسموها هيمولايزين احد السموم مالتها، وتعطي بروتينيز موع البروتين وتعطي لايبيز، هذه كلها سموم مالت الستاف اوريوس، هذا من السموم بكتيريا ستاف اوريوس قويه سمومها كلش قويه. زين الكهرباء راحت علينا، فهذني من جراء السموم اللي تنطيها السموم حتى تتحطم من نسيج الدائر ويدورها حتى تخلي الستاف تتكاثر. السموم وظيفة اللايبيز والهيمولايزين واللايبيز والبروتينيز والكاثبسين، هذني كلهم سموم تحطم من نسيج الدائر ويدورها حتى لا تجي مناعة هنا وتقوم تتكاثر وتسوي القيح اللي قلنا تسوي الفص
عباره عن البيت نيتروفيل والليفينج نيتروفيل والكروسس مع النسيج المتبقي نكروتك تشو دبري نكروتك تشو دبري. طبعا كل جسم يصاب بالسافوريس حتى تيلي سيتوريس راح تيلي بالعظم تيلي بالعظم كل البكتيريا باي مكان ما عندها رحمه اي مكان يصيب الاستافوريس واي مكان يصيب الجسم ممكن يصيب التوكسيك قلت لكم لايتك انزايم بروتيز لايبيز الهيمولايزين وبعدين هيموليتك الليكوسيدين حكيت عليها بعدين اكون انتيروتوكسين مالت الاستافوريس هذا سمو اللي تطلع فيرولنس فاكتور الاستاف تخليك ثلاث اسطر بس ثلاث كلمات خليني الاكسوتوكسين البروتين البروتينيز الانزيمات البروتينيز واللايبيز وثلاثه التوكسينات تشمل الهيمولايزين والليكوسيدين والانتيروتوكسين انتيروتوكسين من راح اكل بالمطعم ورا بس وصل البيت قام يزوع وقام يتقيا وسهال ويزوع وقيم هذا السافوريس راسا اكل بالنوم حاضر قام بطن من التسمم كثر التسمم من المطاعم ورا السافوريس زين اللي الحين السالمون اللي تايف الميريوم التسمم ما له يرد 10 ساعة لأن هاي سريعة إعطائها سموم تلقي سمومه بسرعة الاستافوريس خلال أقل من ساعة أكل منه قام يزول لكن السالمون اللي تايف يرد له كم ساعة يلا تبدي عليه تقيؤ وسهال أو تقيؤ بدا عليه فضرورة التسمم الغذائي زين اقول له شيء قال لي قلت له قلت له الدجاج اللي اكلته المطعم مو نظيف، العامل اذا مو نظيف ما سوينا شيء، المطعم اذا مو نظيف ما سويت شيء، ولهذا حذر اكل مال المطاعم، المطاعم النظيفه يعني اقول لهم دائما اكو هذا المنظم اللي يحضر اكل هو ما يغسل يديه، او الميز ما ماسحه، او نفس الايد تشتغل، ونفس الايد يقطع ما يصير هذا لازم يكون بس الجفوف يلبس حتى يكون احتياط، ما عاد يطبق الشروط الصحيحه. البكتيريا الاخرى ستريكوكس هم مثل الستاف قويه كلش وهم لها سمومها وهم جرام بوزيتيف وهم تسوي اصابات قيحيه في كل انحاء الجسم مثل الستاف اوريس مثل الستاف اوريس بس اللي نشوف اصاباتها بالحلق عندنا هنا مثلا هاي البكتيريا عندها عده مكانات متخصصه مرات بالحلق ستاف فيريدانس موجوده بالحلق مثل النيوتنس موجوده بالحلق بس اذا راحت النيوتنس تسوي تسوس مال الاسنان السموم مال تسوي تحطم الكالسيوم بالعظم مترسبه تحطم العظم منطقه الانامل تحطمها وتسوي ترسب للكالسيوم النيوتنس والفيريدنس هاي البكتيريا موجوده بالحلق اذا عن طريق الدم طبت لي تسوي اندوكارديتس بالقلب هذه امثله بعطيكم اياها النيوتنس دنتال كاريز فيريدنس واندوكاردايتس هذني السبتوكوكوس في كينس يسموه اسوي التهاب المجاري البوليه عندما يصير التشطيف الخاطئ لانه من تنتقل هي موجوده طبيعيه بالامعاء الغليظه لكن بالتشطيف الخاطئ تنتقل للمجاري البوليه يسوي التهابات المجاري من وراء الستاف يسموه انتيروكوكوس في كينس او سبتوكوكوس في كينس هذني هم الستاف السبتوكوكس كلها تصيب الجسم مثل الستاف بلاعيم الاطفال ولا يوم صار عنده سكارلت فيفر تسوي البلاعيم التهاب البلاعيم بالاطفال وحتى بالكبار ولا يومين يصير عنده تشوفون سكارلت فيفر او تقوم مفاصله توجع او الكلام مالته توجع ليش؟ لان السموم مالت السبتوكوكس تتشابه ويا اسيده الجسم فاي انتي بودي يصير ضد الستريكوكس راح يصير ضد الانتي بودي هنالك بعض السترينات مال الستريكوكس السموم مالته الجدار مالها يشبه الجلومرولاي مالت الكلمي عندما انتي بودي يصير ضدها راح يصير انتي بودي ضد الجلومرولاي مالت الكلمي ويسوي جلومرولاي يقوم يلوب الكلى مالته وقسم السترينات يسموها روماتوجينيك سترين اوف كاتركوميا اوف ستريكوكس قسم السترينات مال ستريكوكس لا الجدار مالها الجدار مالته البروتينات والبوليسكرايد تتشابه ويا السينوفيال ممبرين مالت المفاصل فان اي انتي بدي ضدها
راح تدور بالدم راح يصير ضد المفاصل يسوي روماتيك ارثرايتس، نفس المشكله بالروماتيك وايفرداتس ناخذها بالقلب بعد نص سنه، نفس المشكله لان هو الجدار مات الستريبتوكوكس يتشابه ويا الساركوبلازم مات العضله القلبيه، فاي انتيبودي ضده يروح ضد القلب يصير روماتيك وايفرداتس، العلاج كلش مزعج وصعب ويتوفون به وايد يموتون. حكيني بعد وهنا عندك ستريبتوكوكس اجالاكسيا وهاي كلها تصيب كل انحاء الجسم، كل انحاء الجسم بكتيريا ستريبتوكوكس يحسب لها حساب الطبيب لان السموم مالتها هي والستاف، هي والستاف هاي تصيب كل انحاء الجسم، هذيك تسوي ابسس بمكان معين وممكن يصير تسمم غذائي، هاي لا تسوي ابسس بس كل انحاء الجسم تدمر الجسم كله ستريبتوكوكس. القوة مال ستريبتوكوكس اختلفت عن الستاف اوريس، هذه بيها ام بروتين بيها ماده يسموها ام بروتين، هنا كمان موجود بالستاف اوريس، هنا قلنا اكسوتوكسين بروتين وقلنا الانزيمات اللايبيز والبروتينيز وقلنا الهيمولايسين والكاتكسين ورا بعض، هنا ام بروتين، هذا الام بروتين بالستريبتوكوكس يقاوم ابتلاعها من قبل الماكروفاجز. هلا يقاوم الابتلاع مالتها من قبل الماكروفاجس. اثنين عندها عامل يكسر الكومبلمنت الموجوده بالجسم سي 3 اي وسي 5 اي، عندها عامل يكسر عندها بابتايديز يدمر السي 3 والسي 5 يطلع سي 3 اي وسي 5 اي، هذا العامل من تكسره بعد الخلايا الكبيره نتيجه احنا عندنا بنت المناعه اعطيكم اياها سي 3 اي وسي 5 اي، الكومبلمنت ثلاثه وكومبلمنت اربعه، عندما ينشطرون يطلع منهم اي وبي. الاي واحد يفتح الاوعيه الدمويه والثاني يجر الخلايا الالتهابيه لمكان الالتهاب. هي شو تسوي؟ تدمر هذا السي 3 اي والسي 5 اي تدمرهم. السموم مالتها تدمرهم. الانزيمات ما تدمر الا بعد ما تجي خلايا التهابيه المكان حتى تظل على راحتها. دكتور احنا اليوم اسفين يا لو جيت قلت احاول قالت لي لازم تنزل بعد منها وغالي شلون بس قلت لها يلا ماشي بس خلص هذه اليوم شكلت ربع ساعه هم ذول داخلين يطلعوا الداتا شو الى الكهرباء راح اشتري سياره مع ساندويتش يشوفها سياركم ما يشتغل وهذا تشور فوق ما صلحته تمر القوة مالت البكتيريا ستريبتوكوكس تختلف عن الساب المحاول الثاني، ام بروتين يمنع الابتلاع، ام بروتين يمنع الابتلاع، لا تتهاونون ويا البلاعيم، البلاعيم بيا ستريبتوكوكس خطره، يا ترى هذه اذا تروح على القلب تقتل الطفل، واذا راحت سوت السكر في فرق خطره على الطفل، واذا راحت سوت التهاب الكلي او التهاب الروماتيزم من وراها السموم ما تتشابه ويا انحاء الجسم. اثنين هذا اللي تفتح حكيت عليه السيرفس موليكيول، طبعا هذه شو تسوي؟ تحطم الاكسترا سيلولر ماتريكس، شلون الستاف تعطي انزيم تحطم الدهون والبروتينات، هاي هم نفس الشيء تحطم النسيج الدائم حتى لو يكون عضو زين. اربعه تعطي اللي البوليسكريد مالته تنبع تنهبش ليش تمنع الفاغوسايت الالتهاب مالته من قبل النيتروفيل. خمسه النيمولايسين، طبعا هذا كلش مهم، هذا النيمولايسين مالتها يساعد على الكلاسيكي هو اللي ينشط الكلاسيكا باثوي للمناعه زين. سته الميتابوليزم اوف سكر، هاي تلعب دورها
مثل الستريبتوكوكس ميوتانس حتى تسوي تسوي التسوس. ليش؟ لانه تحطم الدنتال انامل. من تحطمه تخلي ترسب الكالسيوم والوصائف مالت الاويه ويصير التكنس الميوتانس. هذا احد اشكاله. اللي طبعا انت ستريبتوكوكس ام بروتين انتيبودي، هذا اللي قلت لكم عليه البلوه هم. الام بروتين مالت الستاف اوريس هو اخطر شيء فيها بالستريبتوكوكس. هذا الام بروتين يصير ضد انتيبودي، هو نفسه يتشابه ويا العضله القلبيه ويشابه ويا السينوفيال ممبرين مالت المفاصل ويشابه ويا كذي. هذا الطفل ورا يوم يقوم يلوم نوم من المفاصل يورم لو من 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 التلع مالته. زين اللي طبعا نجي على الجاسترو انتسالر ترت انفكشن. طبعا الاصابه بالمعده ولا تعتمد عليه من اذا البي اتش تغيرت. المعده حامضيه والامعاء قاعديه، اذا تغيرت البي اتش صارت البكتيريا قامت تتكاثر. اثنين الانتيبايوت، اذا تاخذ انتيبايوت هواي وطيرت البكتيريا الطبيعيه اجت المرضيه تتكاثر. ثلاثه الامعاء بها حركه بيريستاتيك موفمنت، هاي الحركة مالت الأمعاء حتى الأكل يمشي والبكتيريا اللي بيه تمشي من كثرته، لأن البكتيريا إذا بقت تقوم تتكاثر وتسوي لك مشاكل، ولهذا بيريستاتيك موفمنت. أربعة ميكانيكال أوبسر، إذا سدت الأمعاء وجمع الأكل البكتيريا تتكاثر. هذني الإصابة مالت عند ما تضعف الجاسترونتستينال يصير انفكشن. يقول أكارد وين هوست ديفينس وير ويكن، ضعفت المناعه مالت الامعاء. اذا الاوف سؤال ثاني gastrointestinal infection depend on، يجي كسؤال عام جبت لها ثلاث مرات كررتها وما حد جاوب، بس واحد قال لي ليش مشيت انطيتها صح. اذا gastrointestinal depend، اربع كلمات سهله التصنيع عليها. هذا يجي فيه اسئله قصيره كلش. زين حرك لي بعد دكتوره. الانتيروباثولوجيك بكتيريا طبعا تسوي ديزيز عن طريق من شلون نسوي تسمم الغذائي مثل الساف سالمونيلا تايفيميوليا تنطي الاندوتوكسين مالتها، والستاف تنطي التوكسين مالتها البروتين توكسين مالتها. شوف كاتب لكم اندوتوكسين مالت سالمونيلا تايفيميوليا انتيروتوكسين، وانتيروتوكسين مالت الايكولاي ايضا ويا سالمونيلا تايفيميوليا الايكولاي كذلك. غيرهن احنا حكينا عن الساف اوريس قبلها، السموم مالت الساف اوريس يسوي تسمم غذائي، الايكولا يسوي تسمم غذائي اندوتوكسين، السالمون تافيميوريوم يسوي تسمم غذائي هم اندوتوكسين، وعندنا شغله الشقله ديزنتري يسوي الزحار الدموي باسيلر الشقله هم جرام نيجاتيف بكتيريا هم من جماعه الانتروبكتيريا يستخدمون البكتيريا هم تسوي الزحار الدموي. الزحار نتيجه شقله، شقله توكسين يصير زحار. ان وراها السالمونيلا تايفي يصير تيفو بالبشر، اول مره تخرم الامعاء وتسوي التهاب الامعاء وبعدين تروح للجسم تسوي تيفو فيفر. اذا هذني اصابات انتروباثولوجيك بكتيريا تسوي ديزيز باي هذيك. شلون الاصابه The gastrointestinal GIT يعني gastrointestinal infection depend on pH, peristaltic movement, the obstruction, antibiotic. أربع كلمات هذه لا enterobacter سوي أمراض. يعني شو الأمراض اللي تسويهن؟ نقول enterobacter البكتيريا تسوي disease by، أما تنطي enterotoxin يسوي تسمم غذائي، وأما endotoxin ما تليكولا وسالمونيلا تايفيميوريوم وسوي تسمم غذائي يعني التهاب امعاء بنفس الوقت. واما سالمونيلا شقلة ديزنتري يسوي ديزنتري اللي قلنا اسهال دموي، واما السالمونيلا تايفي اللي يسوي اسهال دموي. نجي على موضوع الديفينس نورمال مالت الديفينس مالت جاسترونتستانك النورمال ديفينس مالتها شيخها قبل شويه خربطت عندما تكون البي اتش مضبوطه. هي هذه البي اتش البريستاتيك موفمنت البي اتش الاسيد. شوف اسيدك بي اتش غاستريك الميوكس لاير كربونيك دي جالت. الميوكس ايضا مهم دفاع عن الامعاء. ثلاثه بانكرياتك والبايل سورت ايضا مفيده. الاي جي اي الانتي سيبتك بينت الطلاء الصبغه المعقم للامعاء ايضا. اذا ماكو اي جي اي شوف الكلام العام السبب خاصه الاطفال عندهم نقص في المناعه.
عنده اسهام مستمر لان اي جي اي ما عنده. لان ما عنده اي جي اي يطلع من الباير باتشز بالامعاء. الباير باتشز بالامعاء من فوق تشو هو يطلع الاي جي اي ويوزعه. المعده بها عقيدات لمفاويه لمفوسايت تجمع الاسوفجاس بي البكر كابيتيلي. الامعاء الدقيقه والغليظه بها تجمعات لمفاويه هذه هي تعطي الاي جي اي يسموها انتيسيبتيك بينز الطلاء المعقم. لولا الاي جي اي كان بقتل لعبه في الطوبه. نفس الشيء بالتناسليه موجوده موجود المجال التنفسيه المهمه موجود الاي جي اي. اذا هذا اي خربطه بالاي جي اي معناته راح يصير البكتيريا. الاعصار البنكرياسية والبايل مالت الكبد اذا صار بها خلل ايضا. فهذا النورمال ديفيس ميكانيزم نورمالي خربطه بهن تغيير بي اتش مال جاستك تغيير بها او الميوكوس لاير اذا راحت مالت المعده والامعاء هم راح يصير البكتيريا تتكاثر. إضافة إلى البريستاتيك موفمنت مثل ما قلت إنه إذا السائل قلت أو انسدت الأمعاء هم صارت مثل ما حكيت قبل شوية. إذا هناك infection depend on الحالة الثانية قلنا disease infection of gastrointestinal include الإصابات تشمل هنا الديفينس قوة المناعة تعتمد عليه. بعدين البكتيريا الفلورا بالأمعاء أكو بكتيريا طبيعية بالأمعاء هذه تجي بكتيريا مرضية تطردها. لكن إذا البكتيريا الطبيعية قضيت عليها بالانتيبيوتيك تديش المرضية تتكاثر. هنا ممنوع الانتيبيوتيك من وراء البكتيريا الفلورا. الفلورا الطبيعية موجودة بالأمعاء بس هذه الفلورا إذا قضيت عليها بالانتيبيوتيك تجي بكتيريا مرضية. هالكي بعد الهيليوكوباكتر بايلوري طبعا هاي البكتيريا يسوي التهاب المعدة الاسترايتس وتنتهي طرح المعدة. الهيليكوباكتر بايلوري هم اكتشفوها قبل 30 40 سنه اكثر 40 سنه تقريبا قبل يضحكون عليهم قالوا هذول بطرانين في امريكان هي اكو بكتيريا ثمت بي اتش واحد البي اتش مالت المعده اقوى من التيزر واحد توصل اقوى من التيزر فقالوا هذول بطرانين اكو بكتيريا تصير هيك شيء شيء ظلوا يبحثون مو مثل احنا يطفوه خلوه ينسى كل شيء يطفوه هذا خلوه كل شيء ظلوا يبحثون ظلوا يبحثون شافوا اكو بكتيريا تنبت بهاي البي اتش واحد هذول اللي شافوها تنبت بهاي اتش واحد قالوا اذا هذه اتش بايلوري اللي تشبه هيليكوباكتر اتش بايلوري هاي اول ما تبدي تسوي التهاب المعده وبعدين مرة التهاب المعده هاي البكتيريا تسوي تقرح بالمعده جاسترايتس وبعدين جاستك السر واذا استمر فتره طويله تسوي ورم بالمعده تسوي ورم بالمعده لنفوما بالمعده هذه البكتيريا الكورسيديوم هاي هم الكورسيديوم ان ايروبيك بكتيريا شوف كاتب لكم عن الكارسينوما في ستومك سرطان المعده كارسينوما والالسر وجاسترايتس كرونيك اتروفي جاسترايتس ويا السر تقرح بالمعده ولا ما يصير تقرح بسنين تتحول الى كارسينوما سرطان المعده الكورسيديال انفكشن ايضا مرات يجيبها البكتيريا اللاهوائيه البكتيريا الموجوده بالتراب سبورات مالتها قويه تعيش 100 سنه بالسبورات تبي تظل 50 سنه بالتراب تبي من وقت ادم لحد الان هاي البكتيريا وتتوالد وما صار يعني نقول هذا البشر اللي صار ملايين السنه الاف السنين من وقت ادم لحد الان البكتيريا باقيه وتتكاثر تبي الكورسيديال بالتراب موجوده السبورات مالتها والحراره القويه والبروده تتحملها والبروده فهذه الكورسيديوم ايضا ان ايروبيك بكتيريا اما تسوي ان ايروبيك سيلولايتس او الغاز جانجرين اللي يسموه كورسين بيرفرنجز او ويل تشاي اسمها او التيتانس 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 التشنج اللي يصير عندهم نتيجه يصير عنده جرح ويتلوث يتشنج جسمه كله يتشنج القزاز تيتانس يشنج كل جسمه ويصير تقلص بعضلاته ما بقول ريلاكسيشن ويموت التنفس ينتهي والديولوجي والقلب يوقف هذه التيتانس كورسيدر تيتانات هذول اللي ينجرحون وجرح ماله يتلوث تقوم تتكاثر البكتيريا تبدا السبورات مالتها تبدا السموم مالتها التيتانس الحاله الثالثه البوتوليزم هاي مال المعلبات كورسيديوم مالت المعلبات هذه اللي هي نفس تسوي البكتيريا تبدا السموم مالت المعلبات اللي ما مخزون زين وتسوي نفس المشكله. على بعد
ربع خلص ان شاء الله، يعني اليوم احنا صار ما ادري يعني حضرت لهذا ربع ساعه اليوم هذا ما يشتغل، وبجيب سياره على حسابي وراح اشتري داتش وعلى حسابي وشو يسوي ما يشتغل. ليش ما تشتري الكليه؟ شو اسوي؟ ماكو هذا ما يشتغل، هذا ما يشتغل. صحيح والله صحيح غلبني الله سوينا صحيح. عندكم درس مو؟ اي اي خلاص يلا. الكورسيديوم انفكشن اللي هي ان ايروبيك سيلولايتس والجاز جانجرين هذا كل بلاويها، التيتانوس البوتوليزم كورسيوم بوتولينم هذا المعلبات بنشوف المعلبات المفوخه ما تعرف اللي بيها المفوخ سالمون كورسيديوم المعلبات هاي البكتيريا اللي تنتقل سيدو ممبرينس كولايتس باي كورسيلم ديفيشيا هاي كورسيديوم خطره كلش ايضا موجوده تسوي سيدو دفتريك ممبرين بالامعاء يعني التهاب الامعاء ويصير غشاء خفيف يغطي الامعاء بهذه البكتيريا هاي شايف حديثا تشوفوها بالثمانينات تشوفوها كورسيلم ديفيشيا اللي يسموها كورسيلم ديفيشيا حركي لي بعد السيفلس بكتيريا ناطحه السبايرال مايكرو اورجانيزم السيفلس بكتيريا اقوى والقاوم الانتي بايوتيك اللي يصاب بها ما يطين السيفلس هاي البكتيريا كلش الخطره وهاي البكتيريا طبعا اما تسوي ليت ابورشن او ستيل بيرث او ديث اوف نيو بورن بيرسيستنت ليت ان تشايلد لايف هاي البكتيريا الاصابات مالتها السيفلس رجعي لي بالله رجعي لي اي مالت السيفلس طبعا هذه البكتيريا صعبه كلش التشخيص مالتها الا بسيلفر ستيل ميثود او طريق دارك فيلد اكزامينيشن او ايمنو فلوريسنت مايكروسكوب خاص اللي يشخصون هذه البكتيريا وعنده عده مراحل البرايمري ستيج مالتها هذا السيفلس سبايرال مايكرو اورجانيزم بكتيريا مثل المهزل بكتيريا مثل المهزل قويه وتقاوم الانتي بايوتيك فهذه السبايرال مايكرو اورجانيزم يسوي برايمري انفكشن وسكندري وتيرشري على ثلاث مراحل اول اسبوعين يسوي حبايات صغيره على اعضاء التناسليه الذكريه والانثويه، حبايات صغيره مؤلمه. اول اسبوعين، هاي الحبايات عباره عن تجمع بابيولز، بابيول حبايه تجمع لمفوسايت وماكروفاجس وشويه نيتروفيل تجي وياها. بهالمكان هذا الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه. بعدين ورا اسبوعين تدخل الجسم، واذا طبت الجسم يعني اصابات رهيبه، راح تروح كل اعضاء الجسم الدماغ تقتل المريض، وإذا راحت القلب تقتل المريض، وإذا خاصة على الأظهر، تحط وتسوي انفجار بالأظهر. ولهذا الشباب يموتون من وراء هذه، شباب ثلاث وفيات شو من وراء السفلس، لأن صابت الأظهر وخاصة القاعدة اللي تطلع من القلب فيها إلاستيك وصل فايبر قليلة ودهون هواية، فتتغذى هنا وتفجر الأظهر ويموت الشباب. زين. السكندري قلت بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع وتروح تمشي طبعا المرحلة الأولى قلنا الأعضاء التناسلية الذكرية وعبارة عن تجمع ماكروفاجس. المرحلة الثانية بين أسبوعين إلى 10 أسابيع هذه راح تسوي إحمرار على البالم والصوت، الراحة مال الإيد والرجل، إحمرار شديد. راحة الإيد والرجل تسوي إحمرار شديد المرحلة الثانية، حتى من وراها تروح تنتقل إلى أنحاء الجسم ورا هاي المرحلة الثانية. يصير الماتيرشال يصير المرحلة النهائية راح تروح إلى كل أنحاء الجسم وتسوي جرانيلوما يسموها جوما جرانيلوما جوما هنفازيشن وفلمتر يصير رياكشن وشوية فايبروبلاست هم نشوف الجرانيلوما مش شابة بس هاي أخطر هاي قد البكتيريا تي بي 100 مرة وقد الجذام 100 مرة قوية قد البكتيريا تي 100 مرة وقد الجذام 50 مرة اكثر من الجذام اقوى من البكتيريا مالتي فهذه راحت اجتاحت الدماغ السي ان اس القلب مثل ما قلت لكم الابهر سوت جوما عباره عن جرانلوما نكروسس وبها ماكروفاجز وتكون شويه فايبروبلاست الميزه الوحيده اللي قفها بالباثولوجي الفايبروبلاست تصير عموديه عليها وهاي هواي طبع ما يقفوها انا شكيت مره جابوا لي حاله الحاج مريض واحد انه الماكروفاجز الفايبروبلاست العمودية عليه كل الفايبروبلاست الدائريه بس هذا المرض يصير عمودي عليه بعدين اخذوا المستعدات ودزوها برا وشخصوها سفلس السفلس نحركي لي بعد الجينيتال سفلس هذا من يصير طبعا حشيت بالسفلس المرحله الاولى والثانيه والثالثه تيرشري النهائيه المرحله الاولى حبايات صغيره على الجينيتال اورجن اخوان
خطر السفلس، السفلس خطر شاب اللي صار في الكيتا ما في مجال سفلس هاي زين. المرحلة الثانية قلت لكم تصير على الاحمرار الشديد على راحة الإيد والرجل ويا الأعضاء التناسلية تكبر الحبايات الصغيرة البابيول يكبر. المرحلة الثالثة الطب الدماغ القلب الأبهر أعضاء الأخرى صحة زين. هنا عندي جينيتال سيفلس إذا صار يسوي ليت أبورشن المرأة اللي مصيوبة يسوي بها اطراح تطرح. احيانا الفرق بين ابورشن وستيل بيرث او ستيل بيرث، ستيل بيرث المولد الجنين كامل النمو في شهر التاسع كامل النمو بس ميت. الابورشن خلال هالاشهر مرات الحمل هو مرات الاماسيل من اقابلهم بجامعه بغداد هم والبورد اقابلهم عن امتحان ابورشن الفرق بين ستيل بيرث والابورشن كم سؤال دا اخذها حتى نختار كم واحد لان مو كلهم الاف مقدمه واحنا نريد خمسه مثل ما تعرف الدكتورة آلاف مقدمة وإحنا نريد خمسة شو نسوي عاد؟ يقول نسأله شو الفرق بين ستيل بيرث والأبورشن؟ الأبورشن هو الطرح إخراج الجنين بأي وقت أثناء الحمل لكن ستيل بيرث إخراج الجنين اللي كامل النمو هذا كل واحدة فرق بيناته أو يموت الجنين إذا انولد حديث طيب هم يموت أو الحالة الأخرى يصير اللي تنفكشن إذا شاهدت إصابة خفيفة الطفل مصيب وبتل يبيه إضافها منها خيليته بس هم مستقبل يموت يتطور. اللي نجي على الجونوريا السيران الجونوريا نايزيريا جونوريا جرام نيجاتيف ديبلوكوكس حمى صايتين مطبوقة عبارة حمى صايتين مطبوقة مرات المختبر ونجور الشباب بس أسوي التحليل عرف بيه لو ما بيه أول مرة يكتب أنا أسأل سؤال أن يكتب يكذب بعدين أنا بعد يحكي لي الحقيقة هذاني نسوي له سوا الديبلوكوكس أيام زمان بالمختبر نسوي له رأس الدفاع الديبلوكوكس حبايتين موج أنت إذا تنتظر زرع أسبوع يلا طلع لك إياه لو يصير صحيح لو ما يصير صحيح المؤالي صوبة سريعة طلعتها الديبلوكو حمى صايتين ديبلوكوكس كوكاي عارفين فين يصير في داخل النيتروفيل وداخل خلايا الإبيثيليا مالت المريض وخاصة الشباب والنساء. هاي الجونوريا مشكلتها تنطي انزيم يحطم الاي جي اي، احنا قلنا الاي جي اي موجود على المجاري التناسليه والهضميه والكبديه والقلبيه. المجاري الهضميه والمجاري التنفسيه والمجاري التناسليه البوليه الاي جي اي. هذه تنطي انزيم تقضي على الاي جي اي، بحالها ما راح تجي حاله التهابيه عليها، فتقوم تشتغل راحت خلال ساعات ينصاب. خلال ساعات انصاب من الاصابه، من يصير اصابه يصير ميوكو بيرونت ميوكس ويا جراحه يوريثرايتس سواء بالميل او الفيميل المراه او الرجال يصير ميوكو بيرونت يوريثرايتس. وطبعا هاي الاصابه اذا ما تعالجت راح تنتشر تدخل جوال تروح اليوترس بالنسبه للنساء او تروح للمبايض او تروح بالنسبه للبروستات بالشباب ومن توصل البروستات بعد ما يتعالج لان البروستات دائما ما دورها ثلاثة ايام فاي دواء يبغوا انت بايض خبر وما يطيب الوحيده اللي يطيب بها انه تجي تنظف البروستات بطريقه تسوي لها تدليك تنظف البروستات وتعطي تو تايم انت بايض يلا يطيب لو ما يطيب حسب السترين اللي داخله الجسم مالته حكي لي بعد كلاميديا انفكشن كلاميديا لا هي بكتيريا على جهه ولا هي فيروس على جهه هم انتراسيلولار مايكرو اورجانيزم وهذا الكلاميديا تكون على عده اشكال هاي تترك الاجسام مالتها في داخل الخلايا الجسم لا هي فيروس ولا هي بكتيريا ولا هي فهاي فد نوع المايكروبيال ايجنت تنمو على ميديا خاصه مثل مايكوبلازم تاخذوها بالبكتيريا تنمو على ميديا خاصه الكلاميديا. الكلاميديا تنمو على ميديا خاصه لو وصل زرعي خاص يلا تنمو عليه ودائما ينموها على الجنين مال الجنين مال البيض الجنين مال البيض هذا تنمو عليه الكلاميديا ميديا خاصه ما تنمو بالاوساط الزرعيه العاديه. هذه الكلاميديا اللي قلت لكم عباره عن الصيد كل الجسم. هاي الكلاميديا تصيب كل الجسم بتكون لا هي فيروس على جهه ولا هي بكتيريا على جهه
بينات ماخذ صفات منا ومنا يعني بها دي ان اي الفيروس له دي ان اي البكتيريا تقاوم انتبهت البكتيريا كيف انتبهت الجدار مالها يختلف عن البكتيريا هذه الكلاميديا البكتيريا تنمو على الرد اقول عادي هاي الكلاميديا ما عندي وقت اعطيكم بكتيرولوجي ما عندي وقت احط لكم البكتيرولوجي والها حافظها كما اقول هذا انتبه الاستاذ البكتيرولوجي منعها ضاعوا عليه بعد كلمات يحس الى مباراه الابوه يقول انت غلط عندك ماشي في اتجاه هذه الكلاميديا اللي تصير انتراسيون مايكرو اورجانيزم ايضا خطره جدا كل اصابات العقم من وراها يعني يروح يحلل ويركض ويهال ويزرعوا له قالوا عندك ايكولاي هكاك انت بات ويجي جدا ما يطيب تظل الكلاميديا جسمه الكلاميديا مصيبه المرض اللي تسويها لفو جرانيلوما فينيريوم هذه الجرانيلوما فينيريوم يصير على المجال التناسلي مالت الاناث ومالت الذكور بالداخل جرانيلوما صغيره بحيث لما يجي شاب وتشوف السبرماتوزوم مالته كلش قليله ويا انفكشن هو من وراها بلاويه لانه مرات بالزرع تطلع لك ولا ويطول انتباه كل شيء وضع ليش؟ لانه من وراها الكلاميديا الكلاميديا تصير بهالمكانات التشخيص مالها مو سهل والا بسط زرعي خاص مثل ما قلت لكم الجنين مال الاطفال الجنين مال البياض اللي مو عليها تقول كلاميديا في حين المايكوبلازما اخذها بس هذيش على ميديا مال سيرم تنمو وهم اللي يقاومون انتباهات كثيره الوحده اقطع من وحده والاخرى والاخرى غير المايكوبلازما البكتيريا والفيروسات قاعد يكون عليها شويه فروقات بيناتهم فلما الكلاميديا راح يسوي لمفوغرانيو فينيريم حبايه صغيره ابسس صغيره بها جرانيوما يعني طيح ويا جرانيوما ابسس ويا جرانيوما في داخل المجال التناسليه والبوليه اثنين انكلوجن كونجنت التهاب العين اللي ما يتعالج من وراء الكلاميديا ثلاثه ريتر سيندروم هذول بعض دائما يصير بالبنات يصير انن سبيسيفيك يوريثرايتس يصير ويا التهاب العين ثلاث صفات والعظم يوريثرايتس مفاصلها توجعها اضافه الى الكونجنكتيفايتس هذني يصير شوف بولي ارثرايتس كونجنكتيفايتس ويا اليوريثرايتس هذني يصير يسموه ريتر سندروم اللي اكتشفها الكلاميديا قبل ما تعيسه اربعه اورنيثوسس تراكوما تراخوما من صيب الكيراتيتس فرشيس كيراتيتس التهاب القرنيه مالت العين الريكتسيا القرنيه من تبت كيراتيتس فرشيس كيراتيتس الكلاميديا تسويها اخطر شيء هذه بالعين التراخوما من اطفال المدارس واحد عندي واحد واحد عندي واحد اطفال المدارس بس الجميع عندي صاحبه هذه تراخوما اذا خمسه الاورنيثوسس النيمونيا التهاب الرئه اذا الديزيز مالت الكلاميديا لنفوغرانلوما فينيريوم اللي يصير فراقيس وجينيتال وقيح وغرانلوما على المجال التناسلي والبوليه اثنين الانكلوجن كونجكتيفايتس ثلاثه ريتر سندروم الكونجكتيف التهاب الكونجكتيف مالت العين اللي ما يتعالج الجفن ما يتعالج ثلاثه الريتر سندروم اللي قلت لكم الثلاثي التهاب العين التهاب اليوريثرا التهاب المفاصل بولي ارثرايتس التهاب المفاصل اربعه التراخوما المتخصصه للقرنيه انفكشيوس كيراتايتس ولهذا اطفال مدارس التراخوما تراكوما هي تراخوما خمسه الاورنيثوسس اللي هو اللي هو نيمونيا التهاب النيمونيا بواسطه الكلاميديا السداسي يسموها الكلاميديا السداسي طبعا هذه كلية البي اس ار يشخصونهم واضافه او زرع الكلاميديا على وسط الزرع المتخصص مالته جنين الاطفال والحركه اللي بعد بيسع صارت خلي بس اقول شوك وراها والله ورا هاي صفحه بعد وراها خلي حد المايكوت بس عشان دختين الطفيليات اللي صارت مع الطفيليات خلي بالصفتين قبلها يعني؟ اي الباراسيتيك انفكشن بالهارزيه طبعا تعرفون بالهارزيه تنتقل عن طريق الجلد الانترميديت ستيج مالت بالهارزيه السلكيريا تنتقل عن بين الاصابع مال رجلين بالفلاحين اي مكان تخرج منه وتطب وتروح تكمل وتصير ادلت تفتر الدم كليتها وتجي هيماتوم بالمثانه
ونسوي سرطان مثلا اللي صار فيها عبد الحليم حافظ والمصري كلهم مصوبين بها، وعتب النوع الثاني ما انسوني اللي تصيب الامعاء. وشفت المصريين بالسبعينات من جونه كلهم عندهم الخروج مالته في البلهارسيه مانسوني في الخروج، ايضا نسوي سرطان الامعاء. وعندهم جابونيكم اللي موجوده النوع الثالث للبلهارسيه جابونيكم، وهم ايضا مصيب الاعضاء الداخليه مالت الكوشن الجسم كليته. طبعا اكو سلايد انا اشوفكم اياه الشيستروسوما او البلهارسيه مانسوني الهيماتوبيوم تسوي التهاب المثانه بعدين تحوله الى سرطان. المانسون يصير التهاب الامعاء نزيف بالامعاء وتقرح تحوله الى سرطان. الجابونيكم نفس الشيء الاعضاء كلها. المانسوني مرات تبقى بالكبد ما تنزل امعاء، فبالكبد تسوي جرانيوم وتسوي ميتابليجيا وتسوي هايبربليجيا، كل الباثولوجي تلقاه بالسلايد مالت الكبد. اوريكم اياها ان شاء الله هنا بالمشاهد. كل الباثولوجي تشوفها بالسيستروما مانسوني اذا طبت بالكبد، نسوي هايبربليجيا بالقناه الصفراء، نسوي ميتابليجيا بالبيثيليا، ونسوي تيومر، ونسوي التهاب، ونسوي جرانيوما، ونسوي كازيشن في داخل المرارة مالت الكبد. زين المضاعفات هاي مالتها جرانيوما، وجرانيوما مرات تصير قلنا مضاعفاتها يصير تليف بالليفر. عند ما تصير بالليفر اخر شيء بالليفر يصير مثل البايب، شلون البايب التليف يصير بالليفر مثل البايب هذا بالليفر. احيانا هاي المضاعفات مرت بالهرزيه اذا صارت بالكبد يسمى تليف يسموه ستين ستيم فايبروس شلون البايب، او جرانيلوما بولمونري ارترا التهاب الشرايين ما الرئه اذا باللام، لان مو مكاناتها الطبيعيه، هي لازم بالمانسوني بالامعاء والهيماتوبيوم بالمثانه، لكن هاي غيرت مكاناتها راحت بالكبد هاي بلاويه المضاعفات. اما جرانيلوما بالكبد وتنتهي بتليف اللي قلنا مثل البايب يصير ستيم فايبروسس، او بولموني ارترايتس، او جلوميرولونفرايتس بالكدني تجينا ديبودي ريكشن، السموم اللي تنطيها الشيستوسوما تشابه تركيبه الجلوميرولايت مثل الجلوميرولايت تشابه، اذا الانتيبودي ضدها ضد الجلوميرولايت. وهاي حكيت لكم عنها بالتفصيل. هاركيلي بعد الهيدات سيستم، مرض الهيدات سيستم اللي هو الفاينر بالدول والترميت هيكسا كانت امبريو، انت راح حافظ طفيليات اكثر من محافظ هذا، ولهذا قد ما تعبت بحياتي وقريت بحياتي انا كنت مقبول بطب الموصل ماجستير، بعدين حاولت على باثولوجي لان ماجستير سهله بالطفيليات انا حافظها. الاستاذ مالي قال دكتور يا 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 دكتور انت حافظ الطفيليات، ثم روح على باثولوجي اللي هو بحر اللي شو من الباثولوجي، هو طفيليات، هو بكتيريا، هو كيمستري، هو بايوكيمستري باثولوجي، هو سرطانات، هو بكتيريا، هو فيروس، تروح الباثولوجي انت مو تشع طفيليات 11 طفيليات تحافظها. بعد حولت ورا شهر على الباثولوجي واخذت الماستر باثولوجي بعدين دكتوراه. الهادات سيست والمناعه والباثولوجي خلينا نسويها. الهادات سيست قد ما قريت خطر لان ما تقرون كم ساعه تقرون باليوم، يلا سالتكم ما تقرون انتم القرايه ما تقرا، شفت 18 ساعه قبل ما لحظت البكتيريا والطفيليات والمناعه والباثولوجي. زين بس اخر دقيقتين الهادات سيست طبعا الانترميديت سيست لا لا ماشي دقيقتين خلصت هذا الهيدات سيست طبعا هذا اللي يصير الطفيل انترميديت ستيج مالته كل الحيوانات والانسان والفاينل هو ذوق تجي باراسايت هيكسا كان في البريو ويسوي الكيس الاكبر وهذا الكيس اللي بجدار ويكبر إيه على الكبد يفجرها او على اللانج وغيرها وغيرها هيدات سيست هذا مشاكله. وعندنا الترايكومونياسس ايضا موجوده في المجاري التناسل الترايكومونياسس في المجاري سويت هذا المجاري هذا اللي طفع نظره سريعه الاسبوع اللي جاي ناخذ الفطريات وننتقل للسيركولات الاستيربانسس. دكتوره اسف اليوم صار شوي اشكال تحتاجون دات شوك اللي يشتغل؟